بداية حلقة جديدة من السادسة، تحياتي لكل أهلاوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة. أسئلة كتير جدا الحقيقة مرتبطة بفكرة واحدة، وهبتدي معاكم حلقة النهاردة بمقولة إنه الحفاظ على القمة أصعب بكتير جدا من الوصول ليها. خلينا نتفق برضو إنه في أوقات كتير جدا ممكن تنجح مرة، ممكن تنجح مرتين بالصدفة، لكن النجاح المتكرر، الحفاظ على صدارة المشهد، ده شيء مش ممكن يحصل إلا بوجود رؤية وبوجود تخطيط وبوجود كوادر قادرة على إنها توصلك لهدفك. وهي دي بالظبط حالة النادي الأهلي. ليه بنقول على النادي الأهلي نادي عالمي؟ يعني هل القصة قصة ألقاب وبطولات ونجوم وميداليات وكؤوس؟ بالتأكيد ممكن ده يكون جزء من الإجابة. ولما بنقول مثلا إنه الأهلي بينافس ريال مدريد، فده مرتبط بأرقام البطولات اللي حققها النادي الأهلي على مدار تاريخه، واللي من حقه فيها إنه يفتخر هو وكل من ينتموا إليه بإن هم بينافسوا ريال مدريد، النادي الأكثر شعبية على مستوى العالم والأنجح على مستوى تحقيق الألقاب والبطولات، إنك بتنافسه وتقدر في يوم من الأيام إن شاء الله تحصله وتسبقه كمان. لكن هل القصة زي ما قلت لكم قصة ملعب، قصة ألقاب وبطولات؟ لا، بالتأكيد مش ده المعيار الوحيد، لأنه معيار النجاح هنا لازم كمان يتقاس بحاجات تانية كتير بره الملاعب، بره خانة الرياضة. وهنا نتكلم على الأرقام، وهنا نتكلم على الإحصائيات اللي بتحط النادي الأهلي في منافسة مباشرة مع أكبر وأهم الأندية العالمية، وخد بالك من الاعتبار ده، مع اختلاف الظروف. وتحت كلمة اختلاف الظروف دي حط تحتها مليون خط، لأنك لما بتنافس أندية زي يوفنتوس، زي الإنتر، زي البارسا، زي الريال، زي ليفربول، زي أي نادي كبير على مستوى العالم كله، أنت خارج سياق المنظومة. أنت هنا بتلعب في أفريقيا والناس دي بتلعب في أوروبا. أنت هنا تتويجك ببطولة دوري الأبطال مثلا مردوده لا يتناسب أو يتوازى مع مشاركة النادي من دول في مباراة واحدة بس في تشامبيونز ليج. فكونك في النهاية تكون محصلة أعمالك أو نتيجة أعمالك تتقارب أو ممكن في بعض الأوقات تتفوق على أندية بالجماهيرية دي وبالشعبية دي وبالألقاب دي وبإيرادات دي، ده بالتأكيد يحط النادي الأهلي في مصاف الأندية العالمية بمنتهى الأريحية. قلت لكم إن 2022 بتختم بعدد من الخبطات والنجاحات والخطوات يعني اللي بتيجي في توقيت مهم جدا، وهي حد ذاتها اعتقد بتاخد اسم النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي لمنطقه ثانيه خالص، وده هنتكلم عليه في حلقه النهارده. قبل ما نبدا الحلقه وندخل في التفاصيل، تعالوا نشوف اهم الاخبار والعناوين. الاهلي يستأنف تدريباته اليوم، وكولر وعبد الحفيظ يجتمعان باللاعبين. متولي وعبد المنعم يواصلان التاهيل في الاهلي. السولية يشارك في تدريبات الأهلي بشكل كامل. والمنتخب يخوض مرانه اليوم في الكويت بكامل نجومه استعدادا لودية بلجيكا. تقرير تغريم رونالدو مليون استرليني بعد تصريحاته ضد المان يونايتد. يعني تقدر تقول انها خريطة جديدة لنجوم كرة القدم في المستقبل هنشوفها في كأس العالم. كل الأسماء اللي احنا شفناها دلوقتي ما فيهاش الأسماء الكبيرة اللي تعودنا عليها أنها محتلة المشهد ومحتلة الصدارة لسنين طويلة. كلم معها على بنزيما، على رونالدو، على ميسي، على ليفاندوفسكي وغيرهم طبعا من النجوم اللي كانوا يعني في الصدارة. والغريب أنه أغلى لاعب في العالم واللي وصل للصدارة قبل بداية البطولة بأيام قليلة جدا، كلام على إيرلينج هالاند اللي تخطى كيليان امبابي، مش هيكون موجود. ومعاه كتير من النجوم، نجوم كتير جدا، سواء بداعي الاصابه او بداعي عدم الاختيار والابتعاد عن قائمه المنتخبات، زي فيرمينيو مثلا، اصابه زي بوجبا، زي كانتي، زي فيرنر في المانيا، زي ساديو ماني في السنغال، او لانهم منتخباتهم لم تتاهل، زي محرز وصلاح وهالاند وفيراتي، وقائمه تطول. بس في النهايه
اعتقد انه هنشوف مجموعه من المواهب اللي الحقيقه يمكن الكل اتفق على انهم هيكونوا اهم نجوم كره القدم في السنوات القادمه، زي ما شفنا كده اسماء. طبعا امبابي خلاص بقى واحد من اهم النجوم، لكن لما تتكلم على جمال موسيالا، لما تتكلم على بيلينغهام، لما تتكلم على فيل فودن، وان كان فيل فودن الحقيقه انا شايفه واحد من اهم اللعيبه من سنين طويله جدا، لكن هم دول اللي جايين. طيب نرجع بقى لاخبارنا وتفاصيلنا، والنهارده طبعا الحدث الاهم، الناس كل يوم بتسالني هو الاهلي راجع امتى، الاهلي راجع امتى، الاهلي راجع امتى. الاهلي راجع يوم 27 ان شاء الله في مواجهه المقاولون العرب، مباراه الكاس المؤجل، يعني من هي مش مؤجل، هو البطوله كلها الحقيقه البطوله كلها اتاجلت للسنه دي ببطوله الكاس بتاع السنه اللي فاتت بتاعت الموسم الاخير. الاهلي هيلعب مع المقاولين فيها ان شاء الله يوم 27 النهارده، بعد راحه سلبيه استمرت 5 ايام رجعت الفرقه تتمرن تاني تحت قياده مستر مارسيل كولر. بداية كانت اجتماع بين الجهاز الفني مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللعيبة، وبعد كده تدريبات استشفائية كده استمرت لمدة 45 دقيقة، أنا آسف 45 دقيقة تحت قيادة أندرياس إندويا مدرب الأحمال. والراجل بعد كده اشتغل على تنمية بعض لكن المهارات الفردية، الراجل اشتغل فردي النهاردة أو مركز بشكل كبير جدا مع اللاعبين في تنمية المهارات الفردية. لكن الأهم في تمرينة النهاردة خليني أقول لكم أنه عودة عدد من اللاعبين اللي كانوا ابتعدوا بداعي الإصابة، يعني النهاردة مثلا السولية شارك في التمرين بشكل كامل، متولي النهاردة كان داخل الجيم، عبد المنعم بعض التدريبات ما دخلش التمرين لكن اكتفى بالجري كده حوالين الملعب، لكن كل اللعيبة الحمد لله شاركت واطمأننا عليها، وان شاء الله باذن الله مع عوده او استئناف النشاط مره ثانيه اعتقد ان جزء كبير من اللعيبه اللي كانت بعيده، ديانج شارك النهارده، برونو سافيو شارك النهارده، برونو سافيو في شبه من بنزيما شويه، مش عارف كل مره بشوفه بفتكر ان انا اقول الملاحظه دي، بحسه قريب قوي من حيث الملامح يعني شبه بنزيما، لكنه بالتاكيد واحده من الصفقات اللي الناس يعني في بدايه الموسم راضيه عنها بشكل كبير، ونتمنى ان شاء الله انه اندماجه مع الفريق يزيد، مستوى لياقته البدنيه يزيد، وبالتالي تظهر امكانيات او يظهر مردود برونو سافيو بشكل كبير مع الاهلي في الفتره اللي جايه. احمد اشرف ده بيتهيأ لي اللي ظهر في الكادر، كهربا طبعا، حسام حسن، بيرسيتاو، نيولوك بيرسيتاو، في لعيبه كده بتحب تعمل فتره يعني ما تحس انها داخله على مرحله اثبات ذات بتعمل كده شكل جديد. فبيرسيلوك بيرسيتاو تخلى عن اللوك المعتاد، شعره اللي كان طويل شاله خالص، نتمنى يكون اضافه، وحقيقه يمكن بفتكر بداياته يعني ما اقدرش احكم على موسم اول لبيرسيتاو، ما كانش عظيم قوي، لكن في النهايه بدايته بتقول انه لعيب مميز جدا، لو استعاد مستواه واستعاد قدراته ممكن يكون اضافه مهمه جدا للاهلي. اهو بيرسيتاو اللي في الصوره ده يمكن ما تعرفوش او تقول مين اللي مع الاهلي في التمرين ده بيرسيتاو بشكله الجديد، حسين الشحات طبعا. فتمرينه النهارده شهدت عوده اسماء طمنا عليهم مبدئيا، وان شاء الله مع عوده الاهلي يكونوا جاهزين مره ثانيه للمشاركه مع الفريق ان شاء الله. طيب نروح لمنتخبنا الوطني، طبعا يمكن من النهارده طبعا مع وصول المحترفين من النهارده المنتخب الوطني يبتدي الاستعدادات الاخيره او اللمسات الاخيره، تفضل لك خلاص يومين او ثلاثه وبعد كده ان شاء الله تروح لمباراه بلجيكا اللي هتكون يوم الجمعه الجايه في الكويت. النهارده وصل لعيبه مصر المحترفه في الخارج، كان وصل او كان انضم للمعسكر الاول تريزيجيه، اول واحد من المحترفين وصل انضم للمعسكر الفريق في القاهره، بعد كده دخل طارق حامد واحمد حجازي الثنائي المحترف في اتحاد جده، والنهارده يصل باقي المحترفين المصريين، كلام على محمد النني، على محمد صلاح، على احمد حسن كوكا، ومعهم مصطفى محمد. انا قلت لكم امبارح انه صعب جدا فرصه مرموش للحاق بالمباراه، صعبه جدا بعد ما تعرض للاصابه في مباراه فريقه الاخيره فولفسبورغ في الدوري الالماني. اتحاد الكره المصري من خلال طبعا صفحته الرسميه قال انه تاكد بشكل كبير جدا استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورغ من قائمه المنتخب بعد الاصابه اللي تعرض ليها، وبالتالي هيبقى صعب جدا انه يشارك مع منتخب مصر في المباراه الوديه. يعني انا بيتهيألي طبعا مرموش
لاعب مهم جدا، لكنه يعني حتى غيابه مش هيكون مؤثر، واعتقد انه تريزيجيه ممكن يقوم بالدور ده بشكل كويس جدا. احمد سيد زيزو لاعب في الحته دي، فممكن يلعب زيزو شمال وصلاح يمين، او ممكن يستعين بتريزيجيه، فممكن يعني البدائل ممكن تبقى متوفره في وديه بلجيكا. هجوميا ما بقلقش على منتخب مصر، انا بتهيألي معاناه روي فيتوريا في الماتش ده هتبقى في الدفاع، وخصوصا مع غياب ثلاثي يعني مؤثر جدا، الونش منعم متولي، الثلاثه دول كفيلين الحقيقه ان هم يطمنوك على خط دفاع المنتخب، لكن يعني قدر الله وما شاء فعله، كويس انها جت في مباراه وديه، بس نتمنى نشوف عرض قوي من المنتخب قدام بلجيكا. نروح لتصريحات بقى كريستيانو رونالدو، هو اجرى حوار هيذاع يوم الخميس اللي جاي، الحوار مدته 90 دقيقه، اتكلم فيها على كل الملابسات اللي حصلت من بدايه الموسم لغايه اللحظه اللي عمل فيها الحوار، وانتم عارفين انه كان في كلام كتير قوي على فكره انه كريستيانو هيرحل، وانه اتاخر على الانضمام لمعسكر اليونايتد، وانه علاقته متوتره بتنهاج، لكن هو قالها صراحه الحقيقه، قال لك انا ما بحترمش تنهاج، قالها كده في طبعا التسريبات اللي طلعت من الحوار، انه تنهاج احساسي، وكلام على لسان رونالدو انه تنهاج لا يحترمني وبالتالي مش مطالب ان انا كمان احترمه. وردود الافعال الحقيقه على التسريبات او الحاجات اللي خرجت من حوار كريستيانو رونالدو داخل اداره مانشستر يونايتد كانت كبيره جدا، وخصوصا طبعا انه بقى واحد من الاسباب اللي بتخلي غرفه او اوضه اللبس في المان يونايتد مش مستقر، وكل التصريحات اللي طالعه من اداره مان يونايتد بتدين الحقيقه كريستيانو رونالدو، وبتقول انه سبب في توتر الاجواء في اوضه اللبس، وسبب في عدم استقرار الفريق بعد ما نجح بعد ما نجحت اداره اليونايتد بعد سنين طويله جدا من المعاناه انها توحد الجهود وتوحد الفريق مره ثانيه، وبالتالي اعتقد ان النتيجه الطبيعيه، وسيبك من قصه الغرامه، لانه الغرامه حتى وان كانت مليون استرليني لن تؤثر بشكل ايجابي مع كريستيانو رونالدو، بالعكس هي هتزيد من الامر سوء، وتوقعاتي انه رونالدو راحل عن اليونايتد ولن يكمل الموسم في المان يونايتد، والاغلب طبعا انه لن ينتظر انتقالات صيفيه، لكن غالبا طبعا هيرحل في الميركاتو الشتوي او موسم الانتقالات الشتويه. لكن الاهم كمان اللي قاله، يعني بنعتذر طبعا لحضراتكم عن العطل الفني اللي بالتاكيد طبعا خارج عن ارادتنا، وبنرجع لحضراتكم نستكمل الجزء المتبقي من حلقه السادسه. النهارده كنا محضرين حقيقه انترفيو مع واحد من اهم نجوم الكره اللي جم في تاريخ الكره الافريقيه كلها، بالفعل هو حاز على لقب افضل لاعب في قاره افريقيا اعتقد سنه 78، لاعب لعدد كبير جدا من الانديه داخل القاره، البدايه كانت مع اشانتي كوتوكو، كان ليه تجربه مهمه جدا عندنا في مصر مع نادي المقاولين عرب، وفي الفتره اللي لعب فيها فاز اعتقد بلقب هداف الدوري، احترف بعد كده في الدوري الامريكي، ساهم مع غانا في تحقيق لقب امم افريقيا 78، احترافه في نيويورك كوزموس الامريكي كان مع العمالقه، يعني كان معاه في نفس الفريق فرانز بيكن باور طبعا اسطوره الكره الالمانيه، لعب مع بيليه، لعب مع يوهان كرويف، فاحنا بنتكلم على واحد طبعا من اهم نجوم القاره السمراء على مدار تاريخها، طبعا كريم عبد الرزاق نجم المنتخب الغاني، هنتكلم معاه طبعا على استعداد غانا وعلى فرص غانا اللي يمكن تكون واقعه في المجموعات بطوله خدمتها من الاشكال، ادتها افضليه نوعا ما عشان تقدر تتاهل، يعني انا بشوف انه منتخب المغرب والسنغال تحديدا المنتخبين دول عندهم فرصه كبيره جدا، منتخب بشوف عنده فرصه انه يتاهل كمان في الصداره، معاه هولندا، خليني اقول لكم احنا عندنا قطر اكوادور هولندا مع السنغال، دي مجموعه اولى، فبالتالي السنغال عندها فرصه كبيره جدا على الاقل انها تتاهل حتى مع هولندا. طيب الزملاء بيبلغوني ان المشكله كانت مشكله فنيه في القطاع 66 في مدينه الانتاج العالمي، وده اللي طبعا ادى الى العطل الكهربائي اللي منع البث لفتره من المدينه كلها مش بس قناه الاهلي. طيب نرجع لموضوعنا مره تاني، قصه كاس العالم، وزي ما قلت لكم السنغال عندها فرصه، المغرب كمان حقيقه بشوف وان كان معاها بلجيكا وكندا وكرواتيا، لكن برضو بشوف سكواد المنتخب المغربي منتخب تقيل، منتخب يقدر لو قدر يعمل نتيجه ايجابيه مع بلجيكا او مع كرواتيا فرصه هتكون كبيره جدا في التاهل عن المجموعه. السعوديه ايضا معاها
يمكن القوى العظمى الوحيده اللي موجوده في المجموعه مع السعوديه هي الارجنتين، ومعها كمان المكسيك وبولندا، وبالتالي السعوديه تقدر تنافس وعندها فرصه جيده جدا في التاهل عن مجموعتها. تونس مجموعه صعبه للاسف شديد جدا، فرنسا مرشح حامل لقب ومرشح للبطوله، و الدنمارك الحقيقه مقدمه، او الجيل ده من الدنمارك اعتقد هرجع الدنمارك مره ثانيه للدنمارك اللي بتظهر في مناسبات مختلفه، فبالتالي هتكون في منافسه صعبه جدا مع فرنسا والدنمارك، ومعاهم الفريق الثاني النمسا، وعندنا برازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، وعلى حسب طبعا تصريحات ايتو ان المنتخب الكاميروني في نهائي البطوله. لكن على كل الاحوال قبل ما نستقبل نجم الكره الغانيه كريم عبد الرزاق نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. نستقبل كريم عبد الرزاق نجم منتخب غانا، واحد من اساطير الكره الغانيه وافضل لاعب في افريقيا سنه 78، وتجربه ناجحه جدا مع الاحتراف سواء مع المقاولين هنا في الثمانينات او حتى مع نيويورك كوزموس الامريكي في عام 79. خلينا نرحب بيه ونشكره طبعا، كل الشكر ليك على مشاركتك معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. كريم هل الصوت واصل؟ طيب خلينا لغايه لما يرجع او نعود الاتصال بيه مره ثانيه. كنت بكلمكم طبعا على واحد من اهم اللاعبين اللي شاركوا في منتخب غانا في تحقيق لقب امم افريقيا 78، ويمكن اعتقد انه احنا بنتكلم على فرص غانا في كاس العالم، الحقيقه يمكن مجموعه يمكن تكون الاصعب على مستوى المنتخبات الخمسه الافريقيه اللي بتشارك في البطوله، ولكن غانا دايما عودتنا على انها، وخدوا بالكم غانا من الفرق اللي نجحت لما تاهلت لكاس العالم في انها تعدي دور المجموعات، بيبقى دايما المعاناه او القصه كلها في انك تاخد فرصه في الادوار الاقصائيه، ومن هنا تبتدي الرحله، يا اما تبقى موفق يا اما ما تقدرش. منتخب زي تونس يمكن تأهل 6 مرات لكن ما قدرش يتجاوز مرحلة المجموعات، لكن زي ما قلت لكم غانا معاها الحقيقة البرتغال وأوروجواي الاثنين الحقيقة منتخبات قوية، يمكن يكونوا مش مرشحين لتحقيق اللقب، لكن في النهاية البرتغال بسكواد بتاعها، أوروجواي بتاريخها وبسكواد بتاعها، وأوروجواي دايما حاضرة، خدوا بالكم أوروجواي دي كانت قصة كبيرة جدا، يعني ممكن نعمل حلقة بس واحنا بنتكلم على كأس العالم على أوروجواي، لأنها دولة في الوقت الحالي ما هياش دولة عظمى لكن تاريخها كبير جدا في كرة القدم، حققت ألقاب أولمبية وحققت ألقاب كأس عالم، على الرغم دايما من أنها كانت يمكن من حيث التعداد من حيث إمكانيات الأندية مش أحسن حاجة، لكن قدرت تفوز بألقاب كتيرة جدا، فبالتالي هي أيضا قوة عظمى وعندها سكواد محترم جدا، عندها سكواد محترم جدا وعندها لعيبة على أعلى مستوى، ففرصة غانا هي الفرصة الأصعب في بطولة كأس العالم. يمكن ماتش كوريا وحتى كوريا ما تقدرش تقول ان كوريا منتخب سهل انك انت تتجاوزه، فيمكن التحدي الاصعب على مستوى المنافسة في دور المجموعات هيكون من نصيب غانا، لكن هل بلاك ستارز، هل نجوم السوداء تقدر تتخطى دور المجموعات؟ يعني ده سؤال ممكن يجاوبني عليه طبعا كريم عبد الرزاق بنفسه اللي هنستقبل دلوقتي طبعا اتصاله. كريم بشكرك جدا على المشاركة معنا واهلا بيك على شاشة الاهلي. كابتن كريم عبد الرزاق، كريم خليني في البداية استرجع معاك اهم ذكرياتك، انت لعبت الفترة في مصر وتألقت فيها ويمكن فزت اعتقد بلقب افضل لاعب اثناء مشاركتك مع المقاولين، ايه اكتر او اهم الذكريات اللي ممكن تسترجعها معانا عن الفترة اللي انت قضيتها في مصر؟ Okay. So I should start now. Right? Should I talk? Yeah. Should I go on? My talking about my memory. مرحبا بكم. فترة المقاولون العرب كانت فترة جيدة بالنسبة لي. نعم. نعم لدي لازال لدي ذكريات رائعة فترة تواجدي في مصر وهذه الذكريات لا أستطيع أن أنساها أبدا. كونت صداقات عدة وقضيت أوقاتا ممتعة، فزنا بالكثير من المباريات وفزنا بكأس مصر، فأعتقد
واعتقد اني احرزت العديد من الاهداف التي ساعدت الفريق، وبالفعل هذا مكنني من التفوق مع منتخب بلادي. مين اهم النجوم اللي تفتكر اسمائهم كانوا بيلعبوا في نفس الفتره دي، وهل في تواصل مستمر او مقابلات حصلت بينك وبينهم يعني في اي وقت من الاوقات؟ نعم، اعرف الكثير من لاعبي الاهلي. نعم، اعرف محمود الخطيب، واعرف مصطفى عبده، واعرف مجدي عبد الغني، اعرف وعلاء ميهوب كذلك، وشريف اكرامي. اعرف الكثير من لاعبي الاهلي في هذا التوقيت. كبير طبعا، لاعبين رائعين. طيب خليني برضو اقف مع تجربه مهمه جدا، لان الحقيقه يمكن واحنا بنجمع الداتا قبل اللقاء يعني عرفت انك انت لما كنت بتلعب في نيويورك كوزموس الامريكي اعتقد في نهايه السبعينيات، يمكن كان معاك في نفس الفريق فرانز بيكن باور طبعا نجم المنتخب اسطوره كره القدم الالمانيه، وشفت وزاملت نجوم كبار جدا زي بيلي طبعا اسطوره البرازيل، ويوهان كرويف الهولندي طبعا الطائر. كلمني عن الفتره دي واحساسك ايه وانت بتلعب في دوري في الاسماء الكبيره دي. شكرا، شكرا جزيلا لك. نعم، انا لعبت في نيويورك كوزموس في امريكا، ولعبت مع الكثير من الاساطير، واساطير في الدوري الامريكي بالفعل. لعبت مع اساطير من افريقيا، من اسيا، من امريكا الجنوبيه، وليس من اوروبا فقط. انا قابلت الجميع، وكانت لدي فرصه بعد بطولة أفريقيا أن أنتقل إلى هناك، وحينها أصبحت أفضل لاعب في أفريقيا، وهذا أهلني أن ألعب في هذا الدوري الضخم، وهذا جعل العديد من الأندية في أوروبا وأمريكا أن تنتبه لي وأكون مؤهلا لألعب في نيويورك كوزموس بجانب هؤلاء النجوم الذين ذكرت. أنت ذكرت فرانز بيكن باور ويوهان كرويف. انا لعبت بجانب فرانز بيكن باور لمده عام، ولكني لم العب بجانب بيليه، كان قد غادر حال وصولي الى النادي. انا لعبت مع جيرد مولر كذلك، ولعبت ايضا مع نجوم الذين اصبحوا بعد ذلك من اساطير مانشستر سيتي، وليس فقط هذه الأسماء التي ذكرت، أنا لعبت مع الكثير من وفزنا بالدوري في هذا الموسم، ولعبت مع جيرد مولر. جيرد مولر هو أسطورة من الأساطير بالفعل. طيب خليني أروح معاك لملف كأس العالم ومشاركة منتخب غانا. يمكن الحقيقة يعني يمكن مجموعة إلى حد كبير جدا صعبة، نسبيا صعبة مقارنة حتى بباقي الفرق الأفريقية، مجموعة فيها البرتغال، فيها أوروجواي، فيها كوريا الجنوبية. فرص منتخب غانا من وجهة نظرك، وهل يستطيع المنتخب الغاني تجاوز مرحلة المجموعات؟ حسنا، نعم، ولكننا أيضا جيدين. أعتقد أننا بالفعل في مستوى جيد، ليس كما الحال بالنسبة للأوروغواي والبرتغال، ولكننا في مستوى يستطيع مجابهة هذه الفرق. لا تستطيع أن تخمن أن الأوروغواي هي نفس الأوروغواي التي فازت بكأس العالم، وقد فازت بالفعل منذ زمن طويل، ولكن الآن لا يوجد فريق فيهم فاز بكأس العالم وبمستوى الفرق التي تفوز بكأس العالم. عموما رأيك في فرص المنتخبات الأفريقية، يعني سواء المغرب، تونس، غانا، الكاميرون، السنغال، هل شايف فيهم منتخب عنده القدرة أنه ينافس الكبار أو أنه يروح لبعيد في منافسات البطولة؟ حسنا، كل مرة نأمل ذلك، نحن نأمل ذلك في كل نسخة من نسخ كأس العالم، ولكننا لنكن واقعيين، لنكن واقعيين، في يوم ما سنفعلها، في يوم ما الكرة الأفريقية ستفوز بكأس العالم. الكرة الأفريقية الآن تؤدي، والكرة الأفريقية الآن قادمة بأقصى قوتها، نقدم كرة قدم جيدة،
فنأمل أن نذهب بعيدا في كأس العالم، ونأمل أن نرى فريق أفريقي في قبل النهائي ويفوز بكأس العالم. ولكن الآن دعنا نأمل ذلك، دعنا نأمل للصعود من دور المجموعات، أن تصعد غانا وتصعد السنغال وتصعد المغرب والكاميرون وتونس. لنأمل ذلك للفرق الأفريقية جمعاء أن تتأهل للدور القادم وتذهب، وليس فقط لأني غاني فأتمنى فوز غانا، لا، أتمنى ذلك لكل الفرق الإفريقية المشاركة في كأس العالم. كريم عبد الرزاق، كلامي معاك وحواري لسه ما انتهاش، وأتمنى أنك أنت يعني يحصل بينا تواصل تاني وإحنا بنتابع المباريات الخاصة بالمنتخب الغاني في بطولة كأس العالم، وتمنياتنا طبعا بكل التوفيق لغانا ولكل المنتخبات الإفريقية. هحاول حقيقة لأنه عندي موضوعات كتير وأسئلة كتيرة جدا ما طرحتهاش على أسطورة الكرة الغنية كريم عبد الرزاق، بس إن شاء الله يكون لينا لقاء تاني معاه. نهاية حلقة، كل التحية ليكم على متابعتنا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل على كل خير على شاشة الأهلي دايما في السادسة.